طيب باي باي. بني حبيبي ابني مغروم بشاب واسمه عماد. بونجور. صباح الخير. شو في بيي؟ ليك حبيب؟ ايه بيي. بتتذكر وقت كنا كل يوم الصبح انا وياك نعمل ماتش بوكس هيك وكنت انت على طول تربح؟ بيي كان عمري 10 سنين بوقتها، 10 سنين، وهلا ما طايق شيء اسمه بوكس انا بحياتي. لا بس انه كانت ايام حلوه ما هيك؟ رح يطلع مشتاق اوقات هيديك الايام. 7 الصبح بيي مش بكير شوي؟ هلا اذا ضايقناك ضايقناكم يعني بنفل. ضايقناكم؟ مين يعني ضايقناكم؟ انه يعني انه بلكي معك حدا. مين بده يكون معي انا كبي؟ لك حدا شو بيعرفني؟ حدا يكون نايم عندك من اصحابك يعني انه بنات شباب يعني. عزيز نعم ارتاح حبيب. اخبرني يا عمي كيفك؟ كيف ايامك؟ كيف الشغل معك؟ منيح ماما منيح. انه شغلك منيح؟ منيح بي. وايامك؟ منيح بيي. ايه منيح. يعني انه وين عم تروح؟ وين عم تجي؟ والله مطرح ارجع عم كمل بشغلي. انه يعني ما في هيك ظهريات حبيبي يعني انه بنات شباب كذا مزه عرفت؟ كذا مزه؟ عزيز انه ايه شو؟ ليك حبيب هيدا كنت نسي عنا بالبيت البوم صورك تبع الجامعه جبت لك اياه معي. ما كنت نسي امي، انا قصدا ما جبته. تعا حبيبي تعا نشوف سوا شو الصور. ليك هيدي دانا بتتذكرها؟ ليك شو حلوة، شو كنتوا لابقين البعض؟ وين 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 فرجيني؟ شوف شو حلوة. هي أنا بحبها كثير، يا لطيف شو كنتوا رايحين البعض كنا. أمي دانا تجوزت من ثاني سنة جامعة وحضرنا عرسها، شو نسيتي؟ ما نسيت، لا ما نسيت. يي هيدي عفاف. يي هالبنت هي كثير مثل القمر. شو مهضومة؟ ليه ما بترجع تحكي معها؟ تعزم معها عشاء؟ أو منروح نحن بنعمل لها زيارة؟ والله فكرة على أمريكا. أمريكا بعد أمريكا هي؟ إيه شو فيها هلا؟ طيب غيرها، شو ما في غيرها؟ ليك شو في بنات؟ مين هي؟ هي حلوة. ليك هي ريما. ليك شو حلوة، هي أنا بحبها. خلص خلص خلص، أنا عرفت شو في براسك أنت وياه، خلص. إيه 7 الصبح بدكم تدبروا لي عروس؟ معقولة يا الله؟ في شغلة وحدة بدي أعملها 7 الصبح، بتعرف شو هي؟ بدي نام. بضلوا معصب ما فيك تحكي معه. هادي بحب لخاصة ما كنت قول حتى شي واحد واضطريت لبس حوايج وما فاش لبسهم. واش حماقيتي؟ ليش درتي هاد الشيء؟ حيت كيخلصوا مزيان، منين بغيتي نجيب الفلوس؟ وانت فاش محتاجة هاد الفلوس كامل؟ ماشي انا، انت اللي كنتي محتاجهم. حضرة السفيرة ميرا انا اللي بتتروق هون. فرنجية بشو سارحة؟ بشاب مثل هالشاب بيجي لهون ويخطفني. يخطفيك؟ يا دل عليه المعطر، ما هو إذا جرب رح ينقطع ظهره. بونجور. خي فايقة مبسوطة اليوم؟ ايه مبسوطة كتير. فرنجية بتعرفي هيدا الإحساس لما توعي ومعدتك عم تفرق هيك؟ مدري كيف؟ ايه بعرفه، صار معدتك تفرق فرق. صح بحس فيه كل الوقت. ولما تحسي حالك انه
بدنا تاني كأنه لحالك ما حدا بيشبهك بشي كأنه بكوكب تاني عايشة. هاي بدي اسألك فيها لأنه بقى في ناس فضائية مخلوقات هيك هني بتذكروا بأجسام ناس بشعر مستعار. ولما نشوفي شخص معين بصير قلبك يرشف وجسمك بنمل وإيديك بسقعة وصوتك ما بيقعد يطلع. آخ ما بتقعدي تعرفي لشو تعملي ولا شو تحكي. هيك أوقات كتير بحس خاصة هالمخلوقات الفضائية بفوتوا لعندي على المطبخ لو بتشوفي شو شكله مخيف. حضرة السفيرة ميرا انت عم تحسي هيك مريضة شي؟ آخ بشوفوا لعب. أنا؟ مين قال أنا عم حس هيك؟ أبدا. ليه عم بحكي هيك؟ لأنه بابي رح يتجوز وما عرفته؟ عن جد؟ مبروك. عقبالك يا فرنجية عقبالك. يمكن هذا جنيناتي جديد إجا. طيب افتح جو. كلي حبيبتي كلي. ميرسي. ما انت لو خليتيني كمل حديثي مع الصبي كنا فهمنا منه شو بده وكنا وصلنا لهون. ايه مش هيك بيحكوا مع الصبي دغري بتسألوا اذا عم يظهر مع شباب. ما قلت لك انا تجي ليه بطريقه غير مباشره كرميل مشاعره. بدخلك ودخل مشاعره انا ما انت هلكتيني بمشاعرك ومشاعره. لو انا تركتيني ربي للصبي كان طلع رجال وعالصبي نزل على الطريق الصبي قطع جنان الصبي نزل بالميات الصبي. ما كنت ما بتطايق هاي تربيه هي تركيني انا ربي. 10 دقائق ماكسيموم انا واصل دغري. اوكي شو مبين بعدكم هون؟ لا بتعرف تقلي بيضة ولا بتهز حالة تساعدني شوي بالبيت وبدي تعمل كل شي على ذوقها وابني مثل الطشمة شو بتقول له ماركو بيعمل. واذا بتشير انا وياها نطفي بتقلي انت ما بتعرفي مع مين علقتي ما بتعرفي انه في رجال وراي هي ريتها تضرب ما اوقعها. لكن من جاي لكن من لمسطرة شوفي الف ها نجون قطام وزبطوا هينك جود ها افوت فوت رق هالعجينات انا طلبتين لحم عجين. يلا 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 فوت ساعد امك يلا يلا يلا. What's up, huh? What's this? You doing some manakish or something? Huh? You got some salt? Yo yo, what's going on, huh? يا عمي انا مخلف صبي ولا سيرك؟ You know, سيرك is something and تمثيل is something. You know what I mean, huh? وين العجين؟ وين العجينة؟ وين العجينة؟ حبيب عندي لك خبرية بتطير العقل. عن جد شو؟ امبارح لما كنا بالسينما شو؟ عماد قال لي انه شو؟ في هيك شوي بدي مايونيز. مايونيز؟ مايونيز؟ قال لي انه رح يساعدني اكتب جملة مشان حفلة بابي. حبيب عزبتك معي كتير. ما بقى تعتل همي بشي. بحكيك بعدين. باي. شكرا. باي.
مرحبا حضرة السفير. حدا شافك انك جيت لهون؟ لا لا اكيد لا، اكيد ما حدا. حضرة السفير كان بدي خبرك شغلي، بس هيك موضوع. حضرتك بتعرف انا عم بشتغل متخفي طبيعي يعني، وماشي الموضوع 100% ما في غلط يعني، بس يعني صارت يعني بالصدفة هيك ضروري يعني، كان في كتير حطيت بموقف يعني، كان ما كنت قاصد يعني، فكان كتير ضروري. أنا وميرا التقينا يعني بالصدفة، هيك شافتني بالصدفة وصرنا أصحاب، المهم أصدقاء يعني. يعني عرفت ميرا أنك شرطي؟ لا أكيد لا نهائيا، اصلا نحن انه اصدقاء هيك احسن بيكون، انا بكون قريب منها يعني، وبنتبه لها عن قريب، وبتعرف كرمال التهديد ما في تهديد كمان. اصلا امبارح ما كانت معي، هي كانت مع عماد، كانت هي وعماد، وكنت انا ونجيب. اهم شيء ما بدي ميرا تعرف انها مهدده، بتصير تشغل بالها وتخاف على حالها. لا لا ما تعطي الهم، ما رح تعرف شيء، ما رح تعبر، ما رح تعرف شيء. حبيب الاتصال اللي اجى لميرا امبارح على تليفونها طلع اتصال كاذب. منيح، بس ما بدي اياها تعرف، بدي اياك تضل تراقبها على طول. كثير منيح، قصدي كثير منيح كرمال السرقه، ما نحن بدنا نراقبها كرمال السرقه كمان. كثير كثير منيح. اكيد اكيد كثير منيح. ليك حبيب. نعم حضره السفير. في شيء بينك وبين بنتي؟ نعم في شيء بينك وبين بنتي ميرا؟ كيف يعني؟ كيف يعني؟ كيف يعني؟ حبيب افتح افتح ما تخاف. مين هون؟ لحظة لحظة امي بيي. شو في شو عم تعمل هون بابا؟ انت شو عم تعمل؟ ايديك لفوق، ارفعوا ايديك لفوق. لحظة 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 ما تقوي قوي شو ليه؟ كانك رجال متقوش. اللي بدي يرفع السلاح بدي يكون عنده ايديك لفوق. يا خيي وطي فردك لوق بيي، شو بيحكي جنات؟ ايديك لفوق يا خيي، روح نزلوا سلاحكم كلكم لشوف. يا خيي بيتعمل فيك يا حبيب، لا هي دعانة تربية بس حتى يتم راسنا بالارض. بيي شو في اللي عم تحكي؟ استحي استحي يا صبي، بس انا بعرف انا بعرف ابني مش هيك، الحق عليك انت اللي جريته على الشيء. خبرتهم يا حبيب؟ وانا اللي حاطط ثقتي فيك، خنت الامانه وخنتني. حضرة السفير لا، شو عم تحكي؟ في شيء غلط، اكيد في شيء غلط. زيح تقول لك زيح بلا سلاح بلا بلوط، خليني انا اعمل له اللازم وربيه. اي بيتحرك بقوصها. ليك وليه؟ وليه لازم تعرف حالك انت عم تتعامل مع رقيب اول متقاعد؟ ايدك لفوق. نزل لي سلاحك انت بالذات، نزل لي سلاحك. لحظة حضرة السفير لحظة، هي حضرة السفير؟ هدول اهلي. وانا باكد لك ما حدا بيعرف شيء عن قصتنا، ما حدا، في سوء تفاهم. انا متاكد. اسمع يا عماد الكلب. عماد؟ عماد؟ مين عماد؟ مين عماد؟ مين عماد؟ هيدا حضرة السفير منير بارون. احتراماتي حضرة السفير، انا عزيز العائلة، انا بقيله حبيب. جرفنا. انا كنت حابب قلب فريدة العائلة، امه يا حبيب. ايه تشرفنا. امي حبيب، بعدين بنحكي. احتراماتي سعادة السفير. يلا ابراهيم خلينا نمشي. ألو عماد؟ أنا ميرا، وعايتك؟ ولا يهمك، خلص بحكيك بعدين. هذا الورق المهرهر كله بدي اياك تشيله. انا شايف انه هذا الورق المهرهر كله بدي شيله. صح، وهيدا الورق الاصفر اللي على الشجر كله بده ينشال. انا شايف انه الورق الاصفر على الشجر كله بده ينشال. وهونيك حضرة السفيرة ميرا بتحب الورد الجوري، بدي تطليها كلها ورد جوري. انا شايف هونيك رح طلي الدنيا كلها ورد جوري، لانه السفيرة بتحب الورد الجوري. دخلك؟ ما تعبت من هالشنطة، ريح ظهرك شوي.
أنا شايف لازم ارتاح شوي وشيل هالشنطة عن ظهري. وهونيك بدي اياك تشيل هيدا الجازون وتزرع محله جديد طازة. أنا شايف إنه رح شيل كل هيدا الجازون وازرع غيره. هيدا كله بدي اياه شجر ياسمين. أنا شايف إنه هيدا كله بدي أحطه شجر ياسمين. حاضر. هونيك بدي اياك تزرع لي عصافيرة بهالحوض هيدا. أنا شايف هونيك بهالحوض رح أزرع لك عصافيرة. حاضر. وهول الشجرات بدي اياهم كلهم نفس القياس. وأنا شايف إنه هول الشجرات كلهم رح زبط لك اياهم نفس القياس. وهاي الشجرة بدي تشوف لي لاعبتي بس. وهاي الشجرة أنا شايف رح شوف لك اياها لاعبتي بس. حاضر ستنا. هون بدي اياك تزرع لي شجرة ياسمين وشجرة جردينيا تل الدنيا. وأنا شايف إنه هون رح أزرع لك شتلة ياسمين وشتلة جردينيا. شو قصتك أنت؟ كل ما بحكي كلمة بتعيد من وراي، كل ما بقول جملة بتعيد من وراي. اف ليه تأخرت؟ تأخرت؟ ماشي وراك يعني. شو بكي ليه معصبة هيك؟ إن شاء الله فكرتك تنفع وتبطل تخليني معصبة. يلا. أمي أنت شو عندك ضد التمثيل؟ ليه دايما فتحة جبهة معارضة ضد التمثيل؟ لأنه بدي أفهم شو إجاك من التمثيل. ما إجاك شيء. وأنا شو إجاني من التمثيل؟ ولا شيء. أصلا شو هالشغل الغير شكل يعني؟ كلها كذب بكذب. مش مزبوط. تمثيل ما في كذب. هلأ يعني أنا إذا بقنعك إنه أنا طعني مونتانا يعني بكون عم بنجح. هلأ أنا عم بسألك أنت عن طنطاني مونتانا؟ ايه بس انا عم جرب اقنعك انه انا توني مونتانا. انتاني مونتانا هذا شو هيدا؟ انت منك هو. امي حياتي مش هاي الفكره، الفكره انه انا عم جرب مثل دور توني مونتانا. انت طنطاني مونتانا؟ ايه كذب، لانك انت نجيب ابني. هو اترش مي ستوبيد مش ممكن تكون اخته مثلا؟ اخته؟ ايه ما فكرت فيها هيدي، اخته نامي حدو بزيت التخت، على اساس ببيتهم في اوضه واحده صغيره ما في غيرها وفي تخت واحد كمان. في احتمال كثير تكون صاحبته، يعني اكيد صاحبته، انه مش صاحبته صاحبته بس انه صاحبته يعني بس يعني. اكيد صاحبته. صار لك شيء؟ لا لا بسيطة بسيطة ابدا. بس انه انت يعني عماد انه لما احلك بشيء قال لك شيء مثلا انه ما بعرف حكي معك شيء بهالموضوع مثلا شي مره مش بطريقه مباشره بس
ولكن ليس عليني ما لك حق تعصبي منه يعني زلمي ما حاكي كل شيء انه ما اسمه خيانة يعني او اسمه يمكن معك حق ما فكرت فيها هيدي بس يمكن تكون وحده عابره هيك مرقه بحياته ما بتعني او ممكن تكون بتعني له انه يعني ممكن 50% ما بتعني له و70% بتعني له او يمكن صاحبته جد وبحبه هلا ارجع او يمكن بده يصارحني بمشاعره ما عم علاقته فيها لا ويمكن بده يصاحب مشاعره بلا ما يتخلى عنها حبيب بتعرف إيه؟ بوبي شو كان يقول لي شو اذا بتحبي حدا اترك يفل يخلي يفل يعني اذا بيرجع بيكون بحبك واذا ما رجع بيكون مش من نصيبك وما بيكون بحبك ايه وبركي رجع مثلا بيكون بحبني إيه لا بس لازم ترجعي تفلتي تاكدي 100% حبيب صار لك شيء لا ابدا ابدا بس بتحبي سبور منيح انت اول مره بوكسينج خزي العين يعني هالقد مرق وقت بطلت صغيرة يا سعدية بعد كم يوم بتصيري 50 سنة إيش 50 سنة 50 سنة مش كتار عالقليل التجاعيد ما بتوجع عطول تطلعي عن نص المليان من الكباية إيه نص المليان من الكباية قريباً رح بتحطي فيه طقم سنانك شو شكل مطولين هول سوري حبيب بعدك مضايق لا ولا بسيطة يا شباب نعم شو مطولين هون حاجزين الملعب كل النهار شو يعني نطرنا كل هالنطرة وما رح نلعب حبيب طرني هون لك بدي مرسة بيت شغيلة عوجها ملامح تعب شو جايبتيلي ملكة جمال 1901 بس بتعرف ما هيدا مش شغلة هيدا شغل روي انت ولا روي
روح شوف شو بكون تعملوا، جيبي لي وحدة غيرها. خلص سوري. شو هالعالم هي؟ يا حبوب مور ما يأمر عليك ظالم. I was sitting there, you know, on my chair, and I saw a crew, a crew, shooting crew, and I said, why don't I act with this big man, this director, you know what I mean? What's up? Tony Montana. Tony Montana. ليك حبيبي، فهمتك. أنت بتقلد منيح. صح. ليك، روح اقعد محلك. إذا عزتك، بعيط لك. أوكي؟ أوكي. عندي محل هون فرن اكلت مخرج ميرسي بلف لك عروس كلك ذوق نزل ايه شرفنا حضرتك مخرج شو بك حبيب؟ ما عم بيعملوا يعملوا سبور؟ عم بعملوا شوية سبور. حرام عليك رديلوا الرجل للشباب حزلي على الطاقة، سكي على جنب. البيسيكلات أحلى رياضة للجسم، هلا بتشوف كيف بيروحوا معطلين على البيت. يا معطلين طع حاله برا فيهم لتين وراكي. بعد مفرق صغير وبس، وقف دغري. شوي ميرا. يا مونتانا اجى الفرش. هاي هاي كيفي تمام مش الحال؟ المخرج حابب يحكي عن الدور ما عندي مشكل بأي دور، قولي له للمخرج أنا جاهز لأي دور هو بيقترحه، يعني بالأخير اللي ممثل لازم يعمل شو ما كان، ولا أنا غلطان؟ لا مش غلطان، بس الدور بدنا إياه هو لمرة. لما مرة أنا بعمل مرة، ما عندي مشكل، بعمل مرة، بعمل شو ما بدك، بعمل كلب، بعمل أي نوع من الحيوانات كمان، بعمل شجرة، قولي له للمخرج شو ما بده بعمل بس خليني أمثل معكم. بصراحة المخرج حابب يحكي مع المدام كرمال الدور. أي مدام؟ صباح. مدام بتحب تمثلي؟ أنا؟ المخرج شايف انك لابقه كثير للدور، شو رايك منجرب؟ اوكي منجرب يلا. مع اساس ما بتحب التمثيل. ما توخذونا شباب، يعني سوري مسحت ايدي بعرف. على طول تعمل فيه هيك، بتحب تمزحي. انا اشوف شو مركدتني وراها، اذا بتعرف شو مركدتني وراها بتجن يعني. على كل حال المشكله انحلت، هاي الاغراض كلها وصلتكم يعني ما في مشاكل. ايه تعبانين. ايه رح روح اجيب لكم مي، اكيد عطشانين، بتكون ساعه اسم الله يعني، المفروض تكونوا عطشانين. ما تحركوا، ما تحركوا، خليكم هون. هاي سيارتك، بدك ساعدك بشي؟ والله شو؟ أكيد ما انتبهتي إنك واقفة بعكس السير. معي حق ولا؟ معي حق. سؤال ذكي ومنطقي.
في استعين بصديق. ضحكتيني. دادي دادي كيف حبيبي؟ كيف صحتك؟ مش سألك يا زلمة؟ شخبارك؟ تمام، أنت كيفك؟ منيح الأولاد؟ منيح المدام؟ الحمد لله الصحة منيحة؟ نشكرك وأنت؟ أنا كثير تمام العائلة بس أنت كيف؟ تمام منيح؟ تمام الصحة؟ المدام؟ الأولاد؟ إيه دخيل عرضك دخيل عرضك دادي. شو الوضع عندك؟ هاي سيارتي صفيت هون، أكيد ممنوع الوقوف. قال لي بده يعمل لي ضبط. معه حق أو معه حق؟ معه حق. إنه الصحة منيحة؟ تمام. كل شيء تمام؟ كل شيء. أنت الوالد. كيف؟ الوالد. الوالد هيك، هيك هيك يا زلمة. أنت كيفك؟ الأولاد. المدام. الصحة منيحة؟ خليني إياك تاني. حبيبي. بعد آخر نكتة؟ لا. كملي. يلا يلا. هاني وداني. المرة واحد قالت له أمه روح نشور الغسيلات. إيه. طلع هو هيك بالغسيلات حملهم وراح. إيه. هو رايح صار يسأل كيف بدي أنشر الغسيلات. إيه. كيف بدي أنشر؟ شو غسيلات؟ الغسيلات. إيه. كيف بدي أنشر الغسيلات؟ كيف بدي أنشر الغسيلات؟ كيف بدي أنشر الغسيلات؟ كيف بدي أنشر الغسيلات؟ لحظة. روتك فوق عليا. يلا. بس بتجنن نكتي بتطقطق الضحك. والله داني شو ناطره ما بتجربيه؟ انا جربته من وقتها ما عاد فيني استغني عنه. صدقيني ما عاد توني جالي الروح. برافو 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 ست صباح. ميرسي. بهنيك على الاداء الرائع. ميرسي. برافو. ميرسي. بليز تركي لي رقمك قبل ما تروحي، إن الله راد في تعاون قريب بيناتنا. عن جد؟ الله راد. ياي، بس بدي أعرفك على ابني كمان ممثل، نحن بالعيلة عنا التمثيل وراثي. سبق وتعرفت عليك. يلا شباب، يعطيكم العافية. الله يعافيك. يلا كرو. يلا، باتي. كرو، ضبوا الأغراض بليز. جربت اعمل لك واسطه مع المخرج، قال تعرف عليك. جربت تعملي لي واسطه مع المخرج؟ بشكرك امي من نص قلبي. بلا مسخره. معك حق، التمثيل كله كذبه بكذبه. عنا المي بالضيعة غير شكل، والله غير شكل المي عنا بالضيعة. المي بالضيعة غير شكل؟ لا، إلها غير طعمة. بعدين أنا شايف إنه المي هو مش منيح للزرع. والله؟ غير شكل عن المي اللي عنا بالضيعة. معك حق، لأنه المي بالضيعة غير شكل عن المي اللي هون، لأنه بالضيعة عندكم على طول المي غير شكل. هي هي هي، طيب فهمني، إيش بك عم تعيد الجملة 100 مرة؟ شوفي صوتكم بدوطاريا. طافي يا سعدية انه المي بالضيعة غير شكل عن المي اللي هون، لانه المي اللي هون غير شكل عن المي اللي بالضيعة. طيب خلص فهمت. والله غريب كيف فهمتي من اول مرة. ليكي، حضرت السفير اتصل وقال مدام سكاكيني معزومة على العشاء اليوم الساعة 8، فشوفي شو بدك تعملي لها. طيب شو بحضر للعشاء؟ سمي الهيري. شو قلتي؟ قلتك مثل ما بدك، يعني مثل ما بدك، بدي هالقد؟ بدي اعرف وين راحت الشنطة يا عمي. هي امه قالت له روح تينشر الغسيلات. تينشر؟ نشر الغسيلات؟ لا، قبل ما ينشر الغسيلات. قبل ما ينشر الغسيلات. عم يسأل حاله كيف بدي انشر الغسيلات؟ عم يسأل حاله. عنده الوالد منيح؟ تمام. انا عائلتي الحمد لله كله تمام. طبعا كل حكيم هيك، ويعني هلا هو ما
بس انه لا تمام هيك العيلة حسب عمرك قطحة نعم كله تمام الحمد لله الحمد لله والله مستعلك مستعلك حبيبي خلي لي اياك يا رب ايه وشو عم بعد ما عمل الغسيلات؟ لا انا عم شيء لحظة قبل أول سألتها سألتها الجارة لا لا مش هيك لحظة خليني أعد لك إياها من الأول يلا 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 طيب مفكرين تعملوا لي هالضبط اليوم أو مش مفكرين؟ يا زلمة بنقعد نحن طول النهار بالطرقات تحت الشتاء تحت الشمس بالتعتير تنحافظ على أمنهم وسلامتهم ما بيعجبون عجب وبيتقفضوا بخلتنا ولك شو هيدا يا زلمة عجبك؟ ايه انه الصحة منيحة كله تمام كله تمام الولد الولد طمنكم الحكيم؟ الحكيم قال انه فترة يعني بس بيصير تمام كتر خير الله الولاد كيف؟ كتر خير الله ماشي الحكيم المدام العيلة الحمد لله حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا هاني ايه انبسطت شفتك والنكتة شو صار فيها؟ اي وحدة كنت عم خبرك اياها؟ الغسيل وزوجها الغسيل ايه المرة وحدة المرة 70 93 17 كيفك اليوم عمو موسى؟ طبعا انا بطلنا 15 دورية 33 40 1001 90 80 كيفك عمو موسى؟ مينك انت؟ نجيب مين نجيب؟ سبعة وسبعين تسعين ألف وثلاثمية وأربعة ولما راحت عن جارتها ايه شو عملت؟ خبرتها شو قال لها جوزها ايه لا لا لحظة مش هيك ما عرف يفلو شرعت انا اليوم شوي كرمال الزبط وهيك جارتها سألتها حبيب انت هون؟ ايه هون حبيبي شرف تخلصني من هون حبيب وين رحت؟ الله شو يا دوازيل؟ لوين هربيني؟ لوين بدي اهرب؟ وحياة عيوني عملوا لي هالضبط وريحوني بقى. كمشتك يا حرامي. ايش وهيك؟ يروق. وطي صوتك، وطي صوتك. شو هيدا؟ مين في جوا؟ حبيب جوا وصاحب المحل. نيناتهم؟ Thank you.